جمهور مهرجان العالمين وقبل انطلاق حفل فرقة المصريين كان بيترقب الحفل الأكثر أو إيه أكتر الأغاني اللي بيحبها لفرقة المصريين. خلونا نشوف لما سألنا الناس كده قالوا إيه بالتقرير ده، وبعده هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، فخليكم معانا. فرقة المصريين واحدة من الفرق الجميلة جدا اللي بدأت يعني نقول من فترة طويلة شوية، وبعدين غابوا شوية عن الساحة، لكن كانت أغانيهم لسه موجودة. أجمل أغانيهم طبعا كانت أغنية الشمس الجريئة، أغنية ما تفتكروش يا بنات إن الجواز راحة، أغاني كلها كانت يعني لها قبول شديد جدا مع الجمهور، وما زالت عايشة لحد دلوقتي. هي فرقة جميلة وكانت من زمان وهي موجودة، وكان في اغنيه ما تفكروش يا بنات ان الجواز راحه، وكانت بتغنيها منى عبد الغني وعلاء الله يرحمه، كان في مطرب علاء، وفي يعني المغنيه الثالثه معروفه جدا بس انا اللي مش حاضر ذهني في اسمها يعني، وكانت في اغنيه جميله جدا، والموسيقار هاني ده شاطر جدا ما شاء الله موهوب يعني. ما تفتكروش يا بنات ان الجواز راحه بصراحه كانت اغنيه خفيفه قوي قوي، وكنت حبيها قوي قوي، وبعدين الموسيقار هاني شنوده من الناس العزاز قوي على قلبي بصراحه، ويكفي ان هو اللي اكتشف الاستاذ عمرو دياب. فرقه المصريين هو اسسها الفنان هاني شنوده، الموسيقار هاني شنوده، ومن الاغاني اللي عملها الفنان هاني شنوده في فرقه المصريين هي ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه، وكذا حاجه يعني عملها. طبعا فرقه المصريين اللي اسسها الاستاذ العظيم هاني شنوده، هاني شنوده ده اولا هو مكتشف لفنانين كتير منهم عمرو دياب، احنا جيلنا جيل فرقه المصريين كلها، وهي كانت فرقة يعني في الوقت بتاعنا كان النوع ده من الفن نوع جديد اصلا، فرقة جميلة جدا، وفن زمان هو ما يتعوضش اصلا، حتى الكلام ما كان لها معنى واحد فاهمها، جميلة بصراحة. وكمان هاني شنودة اصلا ده كان من ملحنين يعني حاجات ما شاء الله عليه، يعني حاجة جميلة يعني.